استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضيبية صباح اليوم السيد إيغور ألكسندروفيتش كريمنيف سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، وذلك للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه سفيرا لبلاده لدى المملكة. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية من تطور متنام يعكس العمق التاريخي لهذه العلاقات وما يربط بين البلدين من تفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تطلع مملكة البحرين إلى تقوية أواصر التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ظل ما تحظى به من مكانة كبيرة كدولة ذات تأثير هام في صناعة القرار الدولية. وأكد سموه للسفير بأنه سيلقى الدعم والإسناد لأداء مهام عمله، متمنيا سموه له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم في توطيد التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الصديقين. من جانبه أشاد السفير الروسي الجديد بالعلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين، معربا عن حرص بلاده لترقية هذه العلاقات وتنميتها في المجالات كافة. كما أشاد السفير الروسي بالتطور التنموي والعمراني الذي تشهده مملكة البحرين بفضل جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإسهامات سموه في قيادة العمل الحكومي نحو إحداث مزيد من النهضة التنموية في المملكة.